نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية تجهيز وتوزيع 2500 وجبة غذائية بقرى مراكز محافظة البحيرة، ويأتي ذلك في إطار دور التحالف الوطني في تطوير عمل مؤسسات المجتمع المدني مما يساعد في تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية. ومشرب وملبس وعلاج وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمعيشة، يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على توفيرها للأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية. وفي محافظة البحيرة أطلقت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية عضو التحالف فعالية تجهيز وتوزيع 2500 وجبة غذائية. طول شهر رمضان مستمرين على 2500 وجبة يوميا، وغير شهر رمضان بنعمل وجبة يوميا 2500 وجبة يوم الاثنين من كل أسبوع، وبتتوزع بصفة مستمرة على الأسر الأولى بالرعاية. كنا حريصين أن الوجبة تحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة للأسرة. كان بجانب الوجبة وزعنا طبعا كراتين رمضان، أن الكرتونة كانت بتحتوي على جميع العناصر الأساسية واللازمة لكل بيت مصري خلال شهر كريم. وتقوم مؤسسة نبيل الكاتب بإعداد متوسط ما بين 200 إلى 2500 وجبة غذائية يوميا خلال شهر رمضان، كما تقوم بالفعاليات نفسها بشكل أسبوعي على مدار العام. بنيجي من مؤسسة الحاج نبيل زكريا الكاتب مع التحالف الوطني، بنيجي ناخد فطار طول شهر رمضان، زائد بيبقى فيه ذبيح في جميع المواسم والأعياد. بالنسبة للحمة بناخد على الأسر الفقيرة كلها وبنوزع عليها. دورنا في شهر رمضان إن احنا بنطمن أهلنا وكل الأسر الأكثر استحقاقا، إن احنا معهم وبنطمنهم، وده دورنا كشباب ناحية البلد، وبنحس كل الشباب إن هم يشاركوا معنا في العمل التطوعي. وهكذا يساهم التحالف الوطني في تطوير عمل مؤسسات المجتمع المدني، لا سيما بإيصال الوجبات والحقائب الغذائية والملابس إلى مستحقيها، مما يساعد في تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية بشتى أنحاء الجمهورية.